جديده هنا في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد. احنا بسم الله ما شاء الله شغالين تريلر رياكشنز. الله ينور. وطبعا مش بنتفرج على اي حاجه، واي حاجه احنا بنقرر ان احنا نتفرج عليها بتتاجل للسنه اللي بعدها اللي هي السنه الجايه. يعني انا مش فاهم، طب ايه الفكره ان انتوا عمالين تنزلوا في تريلرز واحنا عمالين نتفرج على تريلرز ونعمل لها تريلر رياكشن وفي الاخر بينزلوا الفيلم السنه الجايه؟ يعني حتى لسه عارف امبارح ان هم هيأجلوا الفيلم بتاع جيمس بوند اللي هو نو تايم تو كيل، حاجه برده بصراحه ضايقتني جدا. كان تقريبا على ما اعتقد المفروض ينزل في شهر 5 وبعد كده اتاجل لنوفمبر، وبعد كده النهارده طلع خبر قالوا ان هو هيتاجل السنه الجايه في ابريل. فانا مش عارف يعني. هو عامه في حبه تريلرز كده حلوه نزلت سواء افلام عربي او افلام انجلش، فهتلاقوني بنفس التيشيرت برده، نفس الحركه اللي انا عملتها برده في اخر فيديوهات انا كنت منزلها، كنت عامل تريلر رياكشنز. مش فاكر كان ايه، كان في منهم كان دون، وكان في منهم باتمان، كان في كذا 3 4 فيديوهات تريلر رياكشنز ورا بعض. فهتلاقوا نفس القصه برده، في كام تريلر برده نزل وعايز متحمس ان انا اشوفه. النهارده التريلر بتاعنا النهارده هنتكلم عنه هو فيلم اسمه ذا ويتشز. فيلم ذا ويتشز ده اساسا كان فيلم معمول زمان، بس طبعا ما اعرفوش، هو اول مره اسمع عنه صراحه. هو اساسا نوفل، ده اللي اعرفه ان هو نوفل. الفيلم اصلا ده كان معمول نوفل زمان. الفيلم هو من اخراج روبرت زيمكس، ودي من اكتر الحاجات اللي انا متحمساني وعشان كده اساسا قررت ان انا اعمل التريلر رياكشن النهارده. روبرت زيمكس اصلا المخرج العظيم اللي كان اترشح في فيلم فورست جامب كاحسن مخرج وفاز احسن مخرج في سنتها بالاوسكار، ده الاوسكار الوحيد اللي كان كسبه. وكان عمل افلام برضو تانية، كان عمل ويلكم تو ماروين، وكان عمل الايد، وكان عمل باك تو ذا فيوتشر، وكان عمل كريسماس كارول، ووات لايز بينيث، وكاست اواي، وكورال اكسبرس، وفورست جامب طبعا. كان عامل برضو فيلم فلايت بتاع دانزل واشنطن اللي كان نازل سنه 2012. لا راجل عمل افلام تقيله يعني. والكاست معانا هو الكاتب، على فكره هو الكاتب بتاع فيلم ذا ويتش، يعني هو اللي كاتب السيناريو وهو المخرج بتاع الفيلم. وفي الكاست ليست برضو عظيم جدا بتاعنا في الفيلم ذا ويتشز، معانا ان هاثاوي، ومعانا اوكتافيا سبنسر، وستانلي توتشي، وكريس روك، فبرضو في ممثلين تقال يعني. الفيلم تقريبا هيبقى فيه كوميدي او ادفنتشر على ما اعتقد، يعني ما اعتقدش ان هو هيبقى فيلم رعب بحت يعني. اكيد هيبقى حاجه شبه هانتد مانشن اللي هو فيلم بتاع ايدي ميرفي، اللي هو عارف مزيج ما بين الكوميديا والرعب حاجات كده يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي اول مره فيلم ذا ويتشز. يلا بينا. My story begins when I was a young boy. If you feel that you can't go on, darling. Witches. They're real. And they hate children. You see, girls? He would exterminate those brats. Rats. I feared this was happening. They're here. That means a test is coming. Ladies, I have a plan. To transform a child into a mouse. Whoa! Brother, it's me! Is that you, boy? We'll never let you get away with your filthy, evil plot. Who's gonna stop me? You wouldn't happen to be carrying around a mouse on your person, now would you? A mouse? Mm-hmm. Why on earth would I be carrying around a mouse? بصوا التريلر مش وحش، تمام شغال، بس بصراحة ما شدنيش قوي التريلر. كنت متوقع حاجة أحسن من كده. هو القصة بتاعته برضو ممكن تكون طفولية شوية إلى حد ما، اللي هو اللي أنا فهمته إن هو أوكتافيا سبنسر بعد ناس صغير، وبعد كده اكتشفوا المانشن ده اللي فيه الويتشز، وبعد كده اترمت سبيل او اترمت تعويذه على الولد الصغير فقلب فار، تكنيكلي قلب فار. وبعد كده هيبقى فيه صراع ما بين الخير والشر طبعا، اوكتافيا سبنسر وان هاثاوي. مش عارف بصراحه، مش متحمس ليه خالص الفيلم، مش ما جاش معايا سكه بصراحه. وغريب ان هو يعني ده في فرصه كبيره ان احنا هنتفرج عليه برضو. مش هينزل سينما، هينزل على ستريم على منصه اتش بي او ماكس، فممكن نتفرج عليه برضو، ليه لا. غالبا زي ما انا كنت قايل ان معظم الافلام اساسا الفتره دي او السنه دي زي ما انتم شايفين معظم الافلام يعني كلها اتاجلت السنه الجايه،
فشبه احنا متفرج السنه دي حرفيا شبه احنا متفرجناش على اي حاجه يعني، ما فيش غير التالت. انا حرفيا والله ما فاكر كان في ايه تاني يعني اتفرجت عليه، مش فاكر في السينما يعني. نيو ميوتنز ما دخلتوش سينما، ما كنتش متحمس ليه خالص، خصوصا ان عارف ان الفيلم اساسا كان معمول من 3 سنين وبعد كده فضل يتاجل، وبعد كده حصل حاجه في البرودكشن تقريبا اتمسح وبعد كده راحوا منزلينه تاني، فحاجات غريبه. وانا بصراحه ما حبيتش الفكره ان اتفرج عليه طالما حصل كده، فاكيد الفيلم زي الزفت يعني، فقررت انا ما اخدش الريسك واخش سينما يعني. بالنسبه للفيلم ذا ويتشز بصراحه عادي، حاسه عادي، ما يعني ما حسيتش بهايب، ما حسيتش باي حاجه، عادي جدا، فيلم عادي جدا. بالنسبه لي نسبه ترقب لي 5/10، ما حسيتهوش يعني اكتر من يعني حسيت ان هو ملوش لازمه اديله نسبه ترقب اكبر من كده، لان انا اصلا مش متحمس له. التريلر ما شدنيش بصراحة. بس دي كل حلقتنا النهاردة هنا على هوم سينما ستيفلر رياكشن. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، برضو ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تدعموا القناة دي مادين هسيب لكم لينكس باتريون وباي بال في الديسكريبشن. وباي باي.